زارع الإيمان في قلبي حمدا وشكرا لك يا ربي يا زارع الإيمان في قلبي أكرمتني ومنحتني وحسنت تقويني أعطيتني ووهبتني عقلا من الحقوق المشتركة بين الزوجين الأبناء. ومن الأمور المسلم بها أنهما من زواج سعيد إلا ويتمنى الزوجان أن يرزقا بأبناء وبنات لتكمل فرحتهما. ولا شك فإن النسل غاية رئيسية وهدف يتوخاه الإسلام. وقد رتب الإسلام حقوقا للذرية منها ثبوت نسب الولد من الزوج تفاديا من الضياع والمذلة، وهو حق شرعي يثبت للطفل منذ ولادته. ولأهمية هذا الأمر فقد أنكر الإسلام ما دأبت عليه الجاهلية من نظام التبني. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. وقد ندد الإسلام بمن ينتسب لغير أبيه أو من ينسب ما ليس له، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وإذا ثبت النسب فعلينا الاحتفاء بالمولود ذكرا كان أم أنثى. سأذهب لجد القابلة، ولكن اسمعي، إن أنجبت بنتا هذه المرة سوف أهجرك ولن تري وجهي مرة ثانية. كفى خمس بنات يا امرأة. أسرع يا رجل، إني أموت. هيا إذهب، دعني ألد أولا، دعني ثم افعل ما يحلو لك. تتمسكنين حتى تتمكني، ولكن لن أدع الفأس يقع في الرأس. سوف أتركك أنت وبناتك، وقلت لك لن تري وجهي مرة ثانية. ارحمني يا رجل، لا تنتهي من هذا الموضوع، إنه أمر الله يا رجل. هيا يا إلهي. إن أنجبت بنتا سادسة سوف أتزوج امرأة أخرى تلد ذكورا. تزوج، ولكن أسرع بالقابلة. هيا. يا إلهي لقد أغمي عليها. ماذا لو حصل شيء للمولود، وخصوصا إذا كان ذكرا؟ ماذا أفعل؟ سأعاقب نفسي أشد عقاب. سترك يا رب. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. من واجب الأبوين توجيه ذريتهم للخير وإيضاح السبل الكفيلة بهدايتهم. قال حكيم عربي
من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. فعلى الأبوين أن يتأهبا لحمل أعباء المسؤولية، فإن الله سائل كل راع عما استرعاه، حافظ أم ضيع. وقال الشاعر: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. وما أفدح ذنب من أن يهمل الأبوان ذريتهما. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإن الطفل مرفوع عنه الخطأ حتى يبلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن تسميته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. أبي، لقد قرأت في هذا الكتاب أن العرب في الجاهلية كانوا يسمون أبناءهم بأسماء خشنة، بينما يسمون عبيدهم بأسماء رقيقة، فما الحكمة من ذلك يا أبي؟ هذا واضح في الباب الثاني يا أحمد، دعني أوضح لك يا ولدي. تفضل. يقولون في ذلك بأن أولادهم لأعدائهم وعبيدهم له، فكانوا يسمون أولادهم صخرا وحربا وعابس، بينما يسمون عبيدهم مؤنسة وأرجوان وسهل. وهذا مرده إلى كثرة البغضاء والتنافر التي كانت تستشري بينهم، حتى جاء الإسلام فوحد بينهم وأزال من نفوسهم الحقد والبغضاء، وأوصاهم في أولادهم خيرا، ووضع السنن والتعاليم لذلك. وأول ما أوصى به الإسلام هو اختيار الاسم، حيث أكد التعاليم الإسلام أن خير الأسماء ما عبد وحمد. هذا صحيح. واسمك يا أحمد أحد هذه الأسماء، فهي أحد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولقد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الصحابة التي تتنافى مع روح الإسلام والتوحيد، كعبد العزة إلى عبد الله، وغراب إلى مسلم، وعاصية إلى جميلة. وماذا غير الاسم يتوجب على الوالدين مراعاته يا أبي؟ هناك أحكام أخرى يا ولدي. يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حينما يولد مولود يجب أن يؤذن في أذنه، ثم تذبح له العقيقة في يوم سابعه، ويتصدق بها على الفقراء، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره فضة. ثم تأتي المسؤولية المشتركة في الرضاعة. المسؤولية المشتركة في الرضاعة؟ أقصد يا أحمد أن على المرأة إرضاع طفلها، وأن يدفع الأب الأجرة عن ذلك لزوجته. يدفع الزوج لزوجته أجرة عن رضاعة طفلهما؟ هذا هو الإسلام، فهو يكرم المرأة ويضعها في مكان تحفه الكرامة من كل جانب. نعم يا ولدي، وقد أكد الإسلام على رضاعة أطفالهن بأنفسهن، فإن حضن الأم هو أول ما يسبغ على الطفل الطمأنينة والشعور بالأمان، ولذلك تأثير كبير على استقامة شخصيته واتزان طباعه. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صلي ولا شكوى واخشى لرب قديم، الله لا ينسى، الله نعم النصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم. اليوم يوم بيع وشراء، فأتموا بيعكم في الجهاد واشتروا به الجنة لعلكم تفلحون. والله لا أرضى أن تعودوا إلا بإحدى الحسنيين. نحن أولادك، أرضى الله بك ونسأله أن يرضيك بنا. بارك الله فيكم، واعلموا يا أولادي أن الدار الآخرة خير من الأولى، فاصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساعديها وجالت نارا على أعدائها، فأتموا وطيسها وجالدوا فيها، تظفروا بنعم الكرامة والخلود. حظا وكرامة يا أمه، والله الذي لا إله غيره لن نعود إلا بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. الله أكبر، لقد انتصر المسلمون. الله أكبر، الحمد لله على نصره. الحمد لله على نصره. الحمد لله على نصره. الحمد لله، الحمد لله على نصره. بشراك يا أم عم، لقد كتب الله لنا النصر وعظم الله لك الأجر في أولادك. لقد كانوا أشداء على الكفار وحماء بينهم، فاستحقوا الشهادة. الحمد لله الذي أكرمني بشهادتك، وأرجو من الله أن يجمعني وإياه واستقر. على الأم عبء ثقيل في تربية الأولاد، لأنها سيدة البيت والمكلفة بالتربية والرعاية والاهتمام. عليها أن تنمي فيهم روح المحبة واحترام الكبار والعطف على الصغار وتهذيب القول وعدم الكذب والتدبير. قال لقمان الحكيم يوصي ابنه ثاران: لا تضحك من غير عجب، ولا تمشي في غير أدب، ولا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، وتصلح مال غيرك. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. هكذا علمنا ديننا والسلف الصالح، وإلى ذلك نهدي الأبناء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. إن في رعاية الأبناء كلاما لا بد لنا أن نعير آذاننا وأن نصغي قلوبنا حتى نفهم مسؤوليتنا أمام الله تعالى، لأن الله تعالى أودع في قلوب الآباء منزلة كبيرة للأبناء، فقال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وكان العرب قديما يتفاخرون بالأموال وكثرة الأولاد، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا. ولذلك فالنسل غاية يتوخاها الإنسان العاقل،
والمسلم الذي يعرف حقوق الله، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإذا غفل الآباء عن تربية الأبناء فإن النسل سيكونون عليه ولا يكونون له، فلا بد للأبي أن يفهم كيف يرعى ولده، وكيف يؤدب أبناءه، وكيف يؤدب بناته، فأنهن أمانة والمسؤولية أثقل من الجبال. وقديما قالوا: التعليم في الصغر نقش على الحجر. فأنا أدعو أولياء الأمور أن يبدأوا مع أبنائهم وبناتهم ما داموا في هذا العمر من الصغر. إن الغصون إذا ما قومتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الشجر. فما دام الإنسان في عمر صغير تستطيع أن تملي عليه وأن تجعله بالطريقة التي أنت ترغب. وهذا المولود عندما يولد للدنيا لا يعرف شيئا، قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن المسؤولية مسؤولية الأب، فهو الذي يربي أبناءه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا الإنسان هو الذي يعرف كيف يربي، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه، على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحج ولكن يعوده التدين أقربوه. فالأخلاق تنبت نباتا، فعلى ولي الأمر أن يعرف كيف يربي. هي الأخلاق تنشأ، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا استقت بماء المكرمات. وهل يرجى لصغار كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ فعلى أولياء الأمور أن يعرفوا كيف يربوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. فعلى الإنسان أن يعرف مسؤوليته تجاه ولده وتجاه أبنائه جميعا وبناته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع. الله تعالى قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالمسؤولية إذن على الآباء كبيرة. فكثير من الآباء يسخر جهده وييسر طاقاته في تربية أبنائه، ولكن للأسف الشديد يجد أن الأبناء قد انحرفوا. وعندما ندقق في السبب نجد أن الآباء قد غفلوا عن رفقة الأبناء. فأهم سبب في تربية الأبناء سلبا أو إيجابا هي الرفقة. فإن كانت لديهم رفقة طيبة فاعلم أن أبنائك لهم ما بعدهم. أما إذا كانت رفقتهم سيئة فإن الأبناء ستنتظر منهم أمورا مخيفة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الصاحب ساحب. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. ولهذا قال القائل: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. لهذا علينا أن نفهم هذه المسائل الجيدة. إياك وقرين السوء فإنك به تعرض. قال أحد الحكماء: أنبئني من تصاحب أنبئك من أنت. فعلى أولياء الأمور أن يعرفوا من هم رفاق أبنائهم، من هم رفاق أولادهم، حتى يعرفوا كيف يتربى الولد وكيف ينشأ هذا الفتى. فنسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أبنائنا قرة أعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح أسرنا، وأن يغفر جميع زلاتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين.
أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله، والسلام عليكم. حسنت تقويني، أعطيتني